طقس شديد الحرارة وغبار شمالا وشرقا، السبت وموجة غبارية واسعة يوم الاثنين، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا يوم الاثنين متوقع أن تؤثر على المملكة موجة غبارية جديدة، والتفسير العلمي كما نشاهد هنا في هذه الخريطة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، هنالك مراقبة لاحتمالية نشوء موجة غبار إقليمية جديدة في منتصف الأسبوع القادم وتحديدا يوم الاثنين. السبب وراء ذلك هو دخول كتلة هوائية أقل حرارة في مناطق بلاد الشام، وعندما تدخل هذه الكتلة الهوائية ينتج عن ذلك اشتداد لسرعة الرياح، مما يؤدي إلى تشكل موجات غبارية تصل إلى حدود المملكة يوم الاثنين صباحا بمشيئة الله، تبدأ من المناطق الشمالية، وأما بعد ذلك في ساعات الظهر والعصر وساعات المساء تدخل إلى المناطق الشرقية والمناطق الوسطى بما في ذلك العاصمة الرياض. لذلك نود التنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية، ونود التنبيه لأشخاص أو مرضى الجهاز التنفسي بسبب هذا الغبار، نتمنى السلامة للجميع. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة في عامة مناطق المملكة. كما نشاهد هنا يوم الجمعة درجات حرارة مرتفعة جدا في المناطق الوسطى والشرقية، ويوم السبت تبقى درجات الحرارة أيضا مرتفعة في عامة مناطق المملكة، ونود التحذير أيضا من عدم التعرض بشكل مباشر إلى أشعة الشمس. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 12 كيلومتر في الساعة. في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، يوم السبت درجات مرتفعة 43 درجة مئوية نهارا، ليلا 29، يوم الأحد أجواء صافية من 41 إلى 31، يوم الاثنين درجات مرتفعة من 44 درجة مئوية، أما ليلا كما ذكرنا سابقا هنالك احتمالية لوجود موجة غبارية، لذلك نود التنبيه مجددا من تدني مدى الرؤية الأفقية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا. سكاكا نهارا 35 إلى 26، في عرعر 34 إلى 23، في تبوك من 39 إلى 23 درجة مئوية في ساعات الليل. في مكة المكرمة من 44 إلى 30، بالمدينة المنورة من 44 إلى 33 درجة مئوية، في جدة من 37 إلى 29، والطائف من 34 إلى 24 درجة مئوية، وهنالك غيوم متفرقة. في أبها من 32 إلى 19، في الباحة من 29 إلى 22، وفي جازان من 36 إلى 28 درجة مئوية في ساعات المساء مع وجود غيوم متفرقة. في الدمام من 40 إلى 30 درجة مئوية ليلا والأجواء صافية، في الإحساء أجواء حارة من 45 إلى 31، في حفر الباطن أجواء صافية من 39 إلى 26 درجة مئوية في ساعات المساء. في الرياض من 43 إلى 29، في بريدة من 40 إلى 28 درجة مئوية، وفي حائل من 37 إلى 25 درجة مئوية في ساعات المساء. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.